حسني وين كنت يا اختي؟ هربانه خفيانه في الجبل، بدهم يقتلوا اللي ببطني انا احسن. تعالي يا اختي يا بنت ام وابوي، تعالي يا اختي. أختك فين؟ صاحب الأمانة استرد أمانته، سعد البديع أفندي. يعني إيه؟ يعني ماتت وهي بتولد. إيه؟ فين المولود؟ مات في بطنة. وانت هتحصر الاثنين وفتحت بوقك بكلمة، فاهمة؟ فاهمة فاهمة يا سياد البلد. غصب عنك يا جاموس البلد. انكتب عليك البكا والنوح من ساعة ولادتك، هترضعي دموعه وتتسطمي على شجن. الله يكون في عونك يا بلايتي. بس يا روح خد، بس يا وداد. هي البلد زحمة كده على طول؟ لا بيه، يعود عليك الايام بخير مولد سيدك الشيخ عمران. لا 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 سيد، انا غلطان يا بيه، ده احنا كلنا خدامين سيادتك. طب بص قدامك، بس بص قدامك. يسترها ربنا. عندنا على السلامة يا فندم. انزل. انت ايه؟ الشويش الطاوع يا سعادة البيه. انت شويش ولا رجوز؟ يا بيه ده البلد والمركز والدنيا كلتها من طزرة سعادتك، وعلى راسهم البيه المامور، مرضيش يروح غير لما يطمن على سعادتك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بظبط الامن، اصل في الزحمه اللي زي كده يا سعاده البيه يستوجب ان الحكومه تكون صاحيه. مولد يا سعاده البيه حراميه ونشالين، نضرجيه ومعفنين. مولد يا مولد بس صاحبه مش غايب. كلنا موجودين يا سعاده البيه وكملت بجنابك. طب روح شوف شغلك. روح. منور يا عسول. اهلا سيد الرجاله. انت فاهم انها زادت عشان افندينا مسافر، تقوم تفرش من غير ترخيص من المركز؟ ها؟ وده الترخيص؟ ايوه. فين الامضى؟ طب دي الامضى وفين الخط؟ كده الترخيص مستوفي. يا عرقسوس، شبه وخمير يا عرقسوس.
سيف يا بو. جاي على الكيف يتقدم لاغلى ضيف. اللي فنجر يفنجر من جيبه، واللي معه قرش ابنه يزمر يا شويش مطاوع. قصدك ايه يا وداد؟ قفلنا التكاية وفتحنا الحساب، واللي يشرب يدفع، واللي ما يدفع ان شاء الله عنه ما طفى. الكلام ده ليه يعني يا وداد؟ بتهزر معاك يا اخوي. خليك معايا يعني يا ابو شبت. شبت انا ماليش معاك يا حكاوي، انت حي الله حتى تغزية حرميت رجالة وخطفيت جيوب. ان كان على الرجالة هم فين يا حصرة، وان كان على السرقة فنتحاسب بقى. اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا خلق، حميها حرميها. انا شاريهم بفلوسي. فلوسك؟ المولد كله شايف وعارف مين اللي رامي بلاها على الخلق. ان ما وريتك يا وداد. بعد اذن سعادتك انا ملاحظ من ساعة ما جيت انك ما بتتكلمش غير عن افندينا. امال عايزنا نتكلم عن مين؟ ما هو افندينا هو البلد والبلد هي افندينا. البلد هي افندينا وافندينا هو البلد. طبعا، وعشان كده مفيش غيره يستاهل ان احنا نتكلم عنه. طب والاهالي؟ الناس اهل البلد اللي احنا مكلفين بحمايتهم والصغر على راحتهم. لا بجهادي اطمن، الراحة متوفرة، واكلين شابين نايمين بيتمرغوا في عز افندينا وخيره. مفيش مشاكل، مفيش حوادث، مفيش قضايا، وده طبعا راجع لحكمة افندينا اللي اصدر اوامره بضرورة منع خروج الناس من بيوتها بعد صلاة العشاء. ده ايه الحكمة دي كلها؟ ما هو لو كل حكامنا يتصرفوا بالشكل ده والشعب سمع كلامهم كانت كل مشاكلنا اتحلت. مظبوط. امال مظبوط انت قلت ايه؟ بقول بمناسبة الكلام عن البيوت، اكون شاكر لو سعادتك دلتني على سكن مناسب. لا، من جهة السكن ما تحملش هم، رجال الادارة سكنهم على افندينا. ازاي بقى؟ ايوه، هو اللي بينم عليهم بالسكن المناسب لمراكزهم. حاكم البلد بما عليها ومن فيها ملك سموه، حتى المبنى اللي احنا فيه ده مبنى المركز، الداخلية مأجرة من سموه وبتدفع له ايجار سنوي. ام عاد، ويا ترى سموه هينعم عليا امتى بالسكن المناسب؟ مع الاسف هو دلوقتي في رحلته السنوية للصيد والقنص. حاكم سموه صياد بارع وله باع كبير في ادغال افريقيا وبلاد السند والهند، ولذلك انت مضطر انك تبات حاليا في اوضه النبطشيه لحد ما يرجع سموه بالسلامه، ونطلب منه انه يتعطف. على العموم انا رافض تعطفه، لان اكرم لي ابات في النبطشيه عم احس ان افندينا له فضل عليا. ايه ده؟ حد يقول الكلام ده؟ انا، لان ده مبدئي. لازم تغيره. لو كنت اقدر اغيره كان في حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي. عن اذنك. احترامات ابوك الباشا عاش 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 عاش، وابونا السقامات امان 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 امان. بيصطادوا طيور وايضا نمور، بيصطادوا طيور وايضا نمور، ذنبكم مغفور ذنبنا عقوبات. هكذا 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 الحياة، هكذا 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 الحياة. أمان 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 أمان. سلامات يا أفندم سلامة، يا برنس العالي سلامة. اسمع أنت وهو وهي وهو، اقرأ أم لستة أسماء مأكولة ظريفات خفيفات على معدة. ظلمة محشي أمان أمان، كوسة محشي أمان أمان، خروف محشي أمان أمان، بتنجان محشي، بطاطس محشي، محشي 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 محشي.
تاكل مأكولات خفيفة. اسمع عبدو، بعد انتهاء حفلات عشاء تقدم بواقي مأكولات لكلاب حراسات. باخي يحرق. بقول يا فندينا، ما نفرجوا على الناس. فرق على الناس؟ مجنون انت عبدو. فلاح لازم يكون فلاح عبدو، جوعان ياكل نباتات خفيفات على معدات عبدو. اكل لحومات فلاح عبدو خطر على صحات، يعمل تلبكات معدات عبدو. الله الله الحكم. قول يا بندينا، قول منكم نستفيد. الله يخليك ويطول عمرك وتعيش وتتهنى. امال ايه؟ ايه عبدو ايه؟ انصرفت انصرفت. افندينا، سعادة البير مأمور طالب السماح بمقابلة سموك. سمحنا. حاضر. يا ألف حمد لله على سلامة أفندينا. المركز ونواحي المركز فج بالنور بتشريف سموك. ازيك مأمور؟ حزين حزن الأرامل يا أفندينا. أرامل؟ لأني ما كنتش في شرف استقبال سموك. تقصير إهمال لازم أخاف. العفو والسماحة أفندينا، ما كنتش أعرف معاد الوصول. مرة تاني يحصل تقصير، يحصل إهمال، أها ممكن يحصل عقاب، تنقلات أيضا. تنقلات؟ أنا يا فندينا؟ نعم، ممكن كمان جبال طور. طور يا فندينا؟ ده أنا حموي، مين يخدمك على مستوى إخلاصي؟ أي مغفل مأمور مركز ممكن يجي يخدم يا فندينا. ممكن يمشي ينصرف. طب بس كنت عايز استاذن افندينا موضوع الضابط الجديد. بعدين بعدين. اصل يعني عشان موضوع سكن. بكره في احتفال كبير. امر افندينا. السياد بلد حيكون موجود، عايز نظافات، عايز نظام، عايز امن. تمام. تمام افندينا. علشان يعرفوا افندينا احكم بلد مسقط. ممكن يصير. أمن تمام. مغفل مأمور مركز. سلام يا أبوي. سلام يا أبوه. أفندينا. وشه فلحت وجفه لينا. تتمجلتش على أفندينا أو داك؟ طيب حقوله. روق بالك يا اخويا. امال تعرف ابو العم لو عايز تبسط افندينا تقول له ايه؟ اقول له ايه يا اسماعيل؟ تقول له ولا كل من لبس العمامه يزينها، ولا كل من شال الحسام سياف، ولا كل من حمل الاماره يصونها، ازاي يحملوها بغل. الله الله الكلام ده اسماعيل يا ابو السباع. وقول لافنديكو ده انه كمل انت بقى. طيب هتشوفوا ايه اللي هيجرالكم يا حوش. المفندينا مسح بيكم الارض. ملقاش الود فيهم، ملقاش ملقاش،
سابهم وانضر علينا وما استناش قال راجع علينا تاني يروق الاناني شيخ عمران. مفيش عمران. مفيش رمان. ايوه افندينا بس. مفيش بس. مفيش زحمة. مفيش مولد. نفض المولد. فضوا مولد. نفضه. انا لا هفض المولد ولا هقطع ارزاق الناس يا جناب المأمور. وتقطع رزقك؟ هو رزقي في ايد افندينا. مش هو اللي بيدفع لك ميتك؟ انا باخد ميتي من الضرائب اللي بيدفعها الناس دول. باخدها عشان احميهم. مش عشان اقرفهم واضربهم. يا حسن افندي ما تزنش على خراب عيشك اكتر من كده. تقصد ايه؟ اقصد يعني لولا لمطتك ما كنتش بعيد كده. شوف انت فين وبقيت دفعتك فين. وانت عارف كويس دوسيهك في الوزاره مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه اللي يشرفني. واللي شرفك يا حضره الضابط ينقلوك بالقاهره للاجي حمادي. عايزهم يودوك فين بعد كده؟ ما يهمنيش. يجيبوني هنا يودوني توكر الشلال كلها مصر. لكن ارفع ايدي على واحد من اهل بلدي؟ لا. افهم من كده انك ممتنع عن تنفيذ اوامر افندينا؟ انا كنت متاكد من ذكاء سعادتك. الظاهر يا حسن افندي انك استحليت النومه في اوضه النبطشيه. العموم ده مش مهم. انا هتصرف بنفسي. بس لينا كلام تاني مع بعض.
فيها بمناسبة ايه يا عرب الشوم؟ اوامر يا فندينا، نشطب المولد ونبطل المسخرة دي. اوامر تمشي على اللي بيطلع وقاله ويلحس طبيخه. غار يا ابو شبت غار، دق يا جدع. ابو شبت انت يا جدع، انت يا جدع. امشي خلف خلاف فين شنبي؟ يعني يا شنب؟ شنب شنب الرادل يا وداد، ده شنب الحكومة يا وداد. يعني يا شنب؟ شنبي ماما بقى بتعيني في فندينة، بتعيني في فندينة قدام الجمهورة الناس، بتعيني في سيدك وسيد الناس. سيدك انت وسيد مسالك يا عرة الرجالة يا مساحين الاجواخ يا بواكين الاقدام. احنا حرام رزقنا وروحنا في يد اللي خلقنا وخلقك. اللي حياتك انت والبرنس بتاعك في الاهالي بجهنم الحمراء. انت هتخطبي لي قدامي قدامي على المركز قدامي نهار ابوك ملوش منامة. قدامي نهار ملوش منامة. امشي قدامي انا هوريكي هوريكي يا وداد. مش جت مراجعتك على سيدي خشي طول لسانك ولم يدك لا لسانك لسان لتليها. طب استرجع وعدك انت بقى يا شويش. اوعى اشوفك مرة تانية بتمد ايدك على حد فاهم ولا لا؟ ما هو يا فندم احنا شغلتنا حفظ النظام والامن مش الضرب والارهاب. في ايه؟ جايب البنت دي ليه؟ تهمتها ايه؟ قلب نظام البلد وذلك بتحريض الخلق على الفساد ونشر الدعارة يا فندم. وداد. تشتغل ايه؟ غزية بلغة اهل البندر رجاصة. انا بسألها هي الكلام اللي بيقوله شاويش مطوع ده صحيح؟ مطوع قادر يخلي القبيح مليح ويحول الذهب لصفيح لاجل يملى كرشه. يعني ايه؟ اعمل فرد على المولد واللي فيه بيه فرد كدابة بيه. اسكت انت كده مد يدك في جيبه وشوف ايش فيه لاجل تعرف مين فينا اللي كداب. ايه اللي في جيبك؟ طلع حاضر يا بيه حاضر يا بيه. شوية حمص حمص للولاد حمص للولاد. ايه اللي في جيبك التاني؟ طلع حاضر يا بيه. اوام رجل منبار يا داد. اركب لي يا حبيب المعروف. اعمل معروف يا بيه اعمل معروف. افتح. حاضر يا بيه افتح. حاضر افتح يا هدانة. ايه لأم العيال حرام لأم العيال. استنى يا بيه استنى ولسه المستخبي يا مستخبي يا مستخبي. شوف المستخبي يا بيه. يا لا تبوش يا لا تبوش دميري يا بيه. الله يعان. وده ايه ده؟ صوابع لحم وبيض وليمون. رشوة. رشوتي ايه يا بيه؟ يا بيه ده مولد عن استناه من سنة للسنة. ودي فاجرة يا بيه. فاجرة وعامل لها محضرين قبل كده. موجع كل رجالة البلد مع نساويلهم. وعندي شهود. كل نساويل البلد مستعدة تشهد عليها دلوقتي. نسوان البلد كلك عواد قصب ناشفي. معاص عسل. مش ذنب ان كان عودي طاري بيسحر الرجال. اتلام يا بتنتي خد على الحجز
وانت بقى لك حساب تاني معايا بعدين. حساب يا باي. تسيب الظالم وتحبس المظلوم كيف؟ النيابة هتحقق معاكي، ان كنت بريء هتفرج عنك. يلا خدها. اتلحلحي 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 اتلحلحي. وداد خالتي. وداد يا حبيبتي. واخدها ورايح على وين يا اخوي؟ يعني حكون رايح على وين؟ حفسحها في بلاد بره على الحجز. الحجز يا وليه. عقبالك. امشي امشي يا خبران. احبسوني وسيبوها. وداد هي اللي حتبين في الداري. وداد هي اللي حتكشف المستخبي. خشي خشي امشي. مشاكل كتير لإمبراطورية بريطانيا. أصله ما عندوش إكسبيرينس كفاية مع إنترناشونال بوليسي. We try to help him عشان يحتفظ بعرش مصر، لكن هو للأسف مش بيساعد سياسة بريطانيا. This is true. My friends. He's still young. لازم بريطانيا تعلمه. فهم البوليتكس الإنترناشونال. كمان الوقت ضده. كمان بريطانيا مش لازم يساعد الوقت. No. كمان كونتكس must be الاتصال لازم يكون باكنغهام بالاس دايركت. عبدين عصر عبدين. You are right. You are right. خالتك نعصم شيعالك العشاء. خذي. لو طططت راسك شوية بس. ده انا مطاوع يا بنت. الشويش مطاوع اللي تتهز النجوم فوق اكتاف اصحابها. ده انا واعر واعر قوي. يا وداد ما تبقيش مخ نار على عمود ملبن. قولي قولي واني افتح لك الحجز على وسع كل. خد المساجين معاك. حنشطبه حنقلبها لك تراترو. غني فيه ارقصي فيه بس قولي لو شاري نفسك غور من قدامي السعادي. والله مليح الدلع لما يبقى لايق على صاحبته. وانت لايقه وعايقه ورايقه. اختصر وقول عايز منيش بصريح العبار. دلعيني دلعيني ان شاء الله حتى دلع ماسخ. ارقصيلي ارقصيلي انا لوحدي. وداد ما ترقص لامثالك يا عرة الرجالة يا خدام القرش والريال. اعني افاجرة. هو ده اللي في وسعك تتعافى على الحريم يا قلم الحريم. ما انت اللي عصيان يا وداد. يا وداد داني راجل طيب وقلب رهيف. اديني بوسه اديني بوسه. ابعد عني يا ندلي يا جمال. طب استلقى وعدك يا بتاعت الموالد والاسواق. تعالي ابعد عني ابعد عني ابعد عني. يا لهش عرض الولاي يا كلب يا سحران. الحقيني يا مامي. الحقيني يا هون. الحقيني يا نار. كلب يا كمان. تعالى انت بهوف بتحاول التحقيق. انصاف. كتر خيرك يا حضرة الضابط. انا في اوضه النبطشيه. لو حد ضايقك ابقى اندهيلي. إلهي يستر عرضك. سياسة سياسة سلوك. سياسة المضبوط. رايت بوليتكس. شو سمع لي سياسة سياسة سياسة. نو نو نو.
حاجة تاني، حاجة حلوة كده. شريها نم، تحبي نتكلم في ايه تاني؟ مزيكا، دانس، وبعدين باليه. باليه، باليه، يا دي باليه، في باليه جاي حالا من اوروبا. بلاش باليه، احنا عاوزين اورينتال دانس، فولكلور. فولكلور، عبدو. سي عبد البديع طالب حضرتك في امر عاجل. ها سي عبد البديع مين؟ وكيل افندينا يا بيه. طيب انا جاي. لا مؤاخذة يا حضرة الضابط، ازعجناك. تحت امرك. البت وداد الغازية؟ ايوه افندينا عايزها. عايزها؟ عايزها ترقص لمعازيمه. كان بودي اني احقق لسمو البرنس رغبته، لكن للاسف الشديد ما اقدرش. نعم ما تقدرش. البنت اللي بتتكلم عنها دي محجوزه على ذمه قضيه، ولا يمكن تخرج الا بقرار من النيابه. نيابه ايه يا حضره الضابط؟ ده افندينا. ما هو عشان افندينا يبقى لازم يحترم القانون، ولازم يفهم ان القانون بيسوي بين الناس وبعضها. الامير زي الغفير. الامير زي الغفير؟ يعني ايه؟ يبقى كله جاموس. ازاي ولاد ضابط يتجرأ يرفض اوامر افندينا؟ معاش اللي يتجرأ على اوامر افندينا. واصل يعني اللي شايف نفسه حبتين، لكن انا بقى هوقف عند حده. مش مهم حده، مهم رقاصة. خلاص افندينا، اذا كان على الرقاصة انزل انا اسيوط اجيب واحدة واجي. اسيوط؟ اسيوط فين؟ نجح حمدي فين؟ حيوان. روق سموك، روق يا فندينا، روق عشان خاطر ضيوفك. بلاد باظ بعد ما افندينا سافر. بلاد باظ، اطلب مغفل، مأمور ماركات. ده مين الحيوان اللي بيكلمني الساعه دي؟ الو، انت مين يا غبي؟ مين؟ مين؟ لا يا فندينا، ده انا اللي غبي، انا غبي ومتخلف كمان. اي خدمة، اي اوامر، اي معلش يا فندينا، ارجوك امسحها في دقني المرة دي. معلش، ده ضابط جديد في البلد لسه ما يعرفش الاصول، لكن ارجو سموك، بس ارجو سموك انك تثق في اني هصلح كل شيء بنفسي حالا دلوقتي يا فندينا. حصل حاجه يا حموي؟ بسلامه الضابط الجديد، عايز يعمل فيها بطل، بيتحدى اوامر يا فندينا. ما يعرفش ان كلمه من سموه ممكن تنقله وتنقلني لاخر الدنيا. مش كده وبس، ده ممكن يلقي ناجي حمادي ذات نفسيها من على خريطه القط المصري. وده وقته يا تفهيم ده. انا قلت قبل كده ان وداد الغازيه اتدونت في سجلات الحوادث، ومفيش قوه في الدنيا تقدر تخرجها غير وكيل النيابه، واظن سعادتك عارف ان القانون هو اللي بيقول كده. رغبات افندينا واوامره هي القانون، واللي يخالف اوامر افندينا يبقى خارج عن القانون. ازاي ده؟ ايوه افهمك، مولانا الملك المعظم هو مصدر كل السلطات، وافندينا قريبه، يعني هو ومولانا والسلطه شيء واحد، واحنا خدامين السلطه. عمر الاصاله المصريه ما كانت في خدمه السلطه الا اذا كانت السلطه دي في خدمه الشعب. اما خادم السلطه اللي بتتكلم عنها دي ما اسموش خادم، ده اسمه خاين. الواقع يحتم عليك وعليا قبل منك ان احنا نطنش نطاطي، لان بلدنا دي وفي وقتنا ده الراس اللي بتعلى لابد من قطعها. لا يا سعاده المامور، اكرم للبني ادم انه يموت وراسه مرفوعه، ولا يعيش وهي مدفونه في لحد سرايه افندينا. وانا برضو اللي هرجعها التخشيبه تاني، وهثبت لك ان القانون لا هيسمع ولا هيشوف. جايز القانون يكون دلوقتي لا بيسمع ولا بيشوف، لانه في خدمه مولانا بس، لكن انا بحذرك من اليوم اللي هيبقى فيه القانون في خدمه الكل،
ساعتها اي بني ادم مهما عي مكانه هيبقى حسابه عسير عسير قوي. مش خارجي مش متعت من هنا وبمزاجي. انت بتعرضيني يا بنت؟ انت مش عارفه بتكلمي مين؟ سعاده المأمور، بس انا مش عسكري عندك، انا متهمه وبيني وبينك الحج والنيابه والجنون وبمزاجي. قانون ايه؟ ايه حكايه القانون دي؟ ايه اللي جرى للبلد دي؟ وركب عفريت اسمه القانون؟ الله يخرب بيتك يا مطاوع، ايه اللي خلاك تجيب لي المصيبه دي هنا وانا ناقص؟ اسمعي يا بت، اسمي وداد. وداد مش وداد، انت تنفذي اللي اقول لك عليه وبس. انا مش جاري عندك تسحبني وراك وين ما تروح. ما تضطرنيش استعمل معاك القوه. هي مستجوة ربك اجوى. امشي قدامي. اوعى ما تلمسنيش، انا خارجي. بس خروجي ده ما هيعديش بالسهل واصل يا جناب المأمور، وهتشوف. والله يا عيال، حتة بنتي غازية في مولد بتهددني. ده انا اتهزقت بقى. ده انا ما بقتش مأمور. ده انا ما عصرتش غفير. أنا في غاية الأسف يا فندينا عن تأخيري في تلبيه طلب سمومك. أنت الغازية خدمتك يا فندينا. تعرفي تغني تروسي عشان الضيوف؟ زي ما جنابك بتعرف تمسك الكرباج لخلق الله. أطلعي سنك. بتحاول تلطف الجو قدام افندينا. عظيم عظيم. يلا غني ارقصي عشان اسيادك ينبسط. لا هغني ولا هرقص. انا بأمرك يا بنت. امر عساكرك، اوامرك ما تمشيش على وسطي. ليه مش عايز ترقص تغني غزيه عشان فلوس مثلا؟ فلوس؟ فلوس ايه يا افندينا؟ ده شرف ليه ان ترقص قدام سموك وضيوف سموك. طب ده انا لولا الروماتيزم اللي عندي كنت. لا يا مأمور، لا لا لا. انت غازية، ايه طلباتك عشان تغني ترقصي؟ ها؟ عايزة المولد يرجع عشان الناس تسترزق يا كبير البلد. شروط يعني؟ غازية تفرض شروط على افندينا؟ يا اختي خفت ارتعاش. الحقيني يما، حاسب خف على نفسك لا يطاقلك عرق. نفذي اوامر افندينا يا بنت. لو ما نفذت مطلوبي مش هارقص. لازم عقاب، لازم قربك. ولا المشنقة هتهزني. ده بمزاجي. حضرات ضيوف افاضل، عاوزين تشوفوا غازية ترقص تغني. حضرت مأمور، نفذ اوامر رجاع مولد ويجيب لي فرقتي وغير توبي. افضل افضل. ممكن واحد توب احمر.
كلام حد علي سلامة من غير ما ينقص منها حتة. كان هتعملي مشكلة مع فندينا غير مشكلتي أنا معاك. الهانم رفض ترقص غير لما يرجع المول التاني. وهو رجع المول التاني. تصور. الحمد لله يا ولاد قضت على خير.
مريم طالع، خد البيت دي رجعها الحجز تاني. استنى انت، ده طالع موقوف، انا حولته للتحقيق. يا ابوك انا مش لاقي لك، بكره الصبح هسوي لك كل حاجه. انا دلوقتي مش قادر اصلب طولي، عايز انام عايز انام. تصبح على خير. انصراف. تعالي عالدمار خلصينا. استني مشي. وقف. انا هطلع بيها على النيابه. انصراف انت امشي. تمام يا فندم. مراحل قدامي قدامي. علم على فين يا مطاوع؟ راح اودي المتهمه دي النيابه. انا عارف، بس افندينا ادى اوامر للمامور ان انا اوديها بنفسي للنيابه. افندينا ادى اوامر للباشا المامور. امال ايه؟ ايه اوامر افندينا؟ استلم استلم. اتفضل اتفضل يا بنتي اتفضلي. يا بنت تمشي بلاش نكاح. كف يدك عني يا عواد، دلوقتي النيابه هتاخد لي حق منك. طب تعال تخش على جباكي. افندينا شخصيا. انت هنا بتعمل ايش؟ انا هنا البوليس، الكراكول، القانون، النيابة، كل حاجة. يا بوي انت كل حاجة، يعني اشتكيك لروحك. كل حاجة هنا ملكي. الناس بتاعتي مش كده يا عمو؟ كل اللي هنا ملكك، من الناس للجاموس. ها عظيم، انت كمان ملكي. انا ملك اللي خلقني. محضر عبدو اكتب. جاهز افندينا. انت ازاي تسمحي لنفسك تعجبيني؟ اكرهني. امبوسيبل، ما اقدرش من ذلك. اقتلني. خسارة وداد، خسارة. انا حكمت عليكي ولازم تنفذي الامر. اللي هو ايه لا مؤاخذة؟ تيجي في حضن النيابة. طب امشي انا بقى عشان النيابه تاخد راحتها. يكون احسن يا عبد، يكون احسن. ما تقولهمش الباب ده لو انقفل عليا وعليه مش هينفتح الا على جد رجاله بظهر. على جد ده سيبها يا عبد، سيبها يا عبد. انا احب الدم قوي وداد وداد. ساعتها لا هتقدر تحب ولا تكره، لان راسك هتبقى في ناحيه وشيتتك في الناحيه التانيه. متوحشه وداد. ها انا كده احبك قوي وداد، احبك قوي. سيبها يا عبدو. وداد النيابة امرت انت براءة. وداد براءة. 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 ما انا كنت جايبها ليه يا فندي؟ عشان عجبتني يا عبدو وعاوز العبها يا عبدو. عايز يا عبدو القط لما يلعب مع الفار قبل ما ياكله
انا عايز العب معاها والعب معاها لغايه ما تتعب تتعب واروح واكلها كلها عبده كلها ما سيبش فيها ولا حته. هم 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 حلوه حلوه يا مدينه بنت الفار زي النعجة والخروف خروف ظريف يا عبد الظريف ظريف ولد ظريف خروف يا بلدينا خروف يا بلدينا اهلا وسهلا يا فندينا اهلا وسهلا يا هانا ايه الاخبار يا عبد كله تمام يا فندينا كله تمام يا فندينا ان شاء الله هلم الرجاله يجمع القصب كله من بكره ليه بكره عبد بلاك كسلان لازم كرباج عبد خلاص يا فندينا بالكرباج بالكرباج فاكر سموك الواد اسماعيل ابو السباع حيوان ده مش عاوز يبيع خمس فدادين مش كده وبس يا فندينا ده من يوم سموك ما دخلت البيت الغازيه القصر وهو هو ايه يا عبدو بيقول كلام كلام ايه يا عبدو كلام فارغ يا فندينا مالي بيه البلد خلت الناس تفهم ان الغازيه عملت عمايل ما عملهاش ابو زيد الهلالي ابو زيد الهلالي ده فلاح هنا يا عبدو لا يا فندينا ده زي عنتر ابن شداد عبدو اسماعيل ابو السباع لازم عقاب كمان ابو زيد الهلالي عنتر ابن شداد كمان عقاب كله بكرباك وعنتر ابن شداد اضربه ازاي بقى إيه حصل حاجة؟ لا بس خايفة خايفة من إيه؟ يا خرب بيتك يا كفاية عبدون يا خرب بيتك يا خرب بيتك يا خرب بيتك شوية فلاحين حيوانات ماشيين في الطريق بتاع مدينة لازم أدص بالأوتوموبيل افندينا لازم يدفع العوض للراجل الغلبان صاحب الجاموسه البلد كلها اتهشفته وهو هيدوسه يا ابو السباع اهدى كده وافهمني اللي بتطلبه ده مستحيل مين اللي يقدر يقول لافندينا الكلام ده انا يا فندم انت ما دام مفيش حد قادر يواجه البرنس بغلطته انا هقوم بالمهمه دي طب اتفضل انت يا اسماعيل وطمن الاهالي ان احنا هنقوم باللازم احنا مهمتنا حماية الاهالي والحفاظ على ممتلكاته اتفضل انت بالسلامة ايه يا حسن فندم انت عملته ده ازاي توافق جرابيع دول على كلامهم دول مش جرابيع دول اصحاب حق ايه وباطل ايه انت كده بتخليهم يعضوا فينا وبالطريقة دي مش هنعرف نوقفهم عند حدهم البرنس هو اللي لازم يقف عند حده وط صوتك ما توديناش في داهية البرنس غلط ولازم يصلح غلطته انا هروح له وحعرض عليه ننهي الموضوع ودي بدل ما نعرضه على النيابة نيابة ايه؟ نيابة ايه؟ انت مش عايز تاكل عيش؟ من عرق جبيني مش من دم الناس عن اذنك دي مصيبة ايه؟ انا كنت عملت ايه عشان المصائب تكر على دماغي بالشكل ده؟ لازم فعلا حد عمل لي عمل وانا خطيت عليه ده في ايد مراتي قالت لي كده وانا ما صدقتهاش افندينا هيقابلك فوق اتفضل ادخل Ah!
سبب زيارة؟ أنا جاي أطلب من سموك إننا نسوي الموضوع. موضوع إيه؟ موضوع الراجل اللي قتلت جاموسته بأوتوموبيل سموك. ها عاوز إيه؟ يكون أفضل لو سموك دفعت له تمن الجاموسة. سمعت البيت ليه؟ ها أعمل إيه كمان؟ ها كلم. تدفع للراجل تمن جاموسته. ولو أمرت أنا أنت تدفع مش أفندينا. أنا؟ باردون نسيت إن مرتبك ما يكفيش تشتري 2 أرنب. إذا كان فلاح مسكين صاحب جاموس فقير ممكن اجمع فلوس من أهل البلد بدل ما أنت قاعد تقبض مرتبات. أولا أنا مش موظف عند سموك، ثانيا أنا ما عنديش مانع أدفع للراجل تمن الجاموسة من مرتبي، بس مش هو ده الحل الصح. لو سموك رفضت تنفذ الحل العادل انا بقى مضطر انفذ القانون واحولك للنيابة. مجنون. نيابة كراكول بوليس معمول عشان فلاح زيك. والله انا يعني شرفني اني اكون فلاح. اسمع فلاح، كل شيء هنا ملك افندينا، ملكي انا، ممكن اعمل كل حاجة زي ما انا عاوز. انا اسف لاني عطلتك عن الكفاح لرفع مستوى البلد. بناء على الاتهام الموجه الى القائم مقام حسن نصر الدين بعدم تنفيذ الامر الصادر له باطلاق النار على المظاهرين، مما ادى الى انتشار المظاهرات الممارضه لجلاله الملك فاروق المعظم، فقد قرر مجلس التاديب العسكري الاتي: 1 تخفيض رتبته من قائم مقام الى جباشي. 2 ايقاع ترقيته لمده 5 سنوات. 3 نقله الى نجع حمادي. 4 انذاره بالفصل من الخدمه. يا حسن افندي. يا حزبت. ايوه يا سعد، انا في كلمتين واقفين على جلد وعايز اقولهم لك عشان اريح ضميري. اتفضل قول. بقول يعني مش يكون احسن لك لو مشيت امورك مع افندينا؟ يعني ايه امشي حالي؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ عارف يا حسن افندي، دي ناس اتخلقت عشان تكون فوق واحنا تحت رجليهم. بلاش كلام فارغ، عايزهم يدوسونا وما نقولش لا. ولو قلت مين هيسمعك يا عم؟ مش امورك افندينا هينفعك، هيقدر يديلك سكن، هيجيب لك علاوه، يجيب لك ترقيه. ومين قال لك ان انا عايز اترقى؟ انا كده كويس. خلاص انا قلت لك الكلمتين دول وكان غرضي تسمع كلامي. انا خايف عليك، انت عندي زي واحد من اخواتي. لو كنت انت ترضى ان اخواتك يعيشوا تحت رجلين افندينا انا مرضاش لنفسي ولا لاي مخلوق. فاهم يا سي عبده؟ فاهم يا حسن افندي. امال ايه؟ حسن افندي ده راجل شهم واصيل، عارف انه مقابلته لافندينا ووقفته قصاده هتضره، لكن ما همهوش وراح له، مع اني قبل كده محدش قدر يقف قصاده ولا يقول له تلت التلاته كام. عشانك ده ما هوش يديه سكن، يبقى لازم نساعده. كيف؟ حضرتك الظابط وصل. سلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله وبركاته. عملت ايه يا بيه؟ قلبنا معاك. للاسف ما قدرتش اوصل معاه لاي نتيجه. والحل ايه يا بيه؟ مفيش قدامكم غير القانون. الله. عايزين ترفعوا قضية على فندينا؟ وليه لا؟ هو فندينا أكبر من القانون؟ أنا متأكد إنكم لو ما خفتوش واستعملتوا حقكم القانون هيقف معاكم والراجل هياخد حقه. بس أهم حاجة تشيلوا الخوف من قلوبكم، ولابد كل شيء له بداية. والقانون ممكن يرد الروح للجاموسة اللي فطست يا حضرة الضابط؟ ولو البرنس خرج لي عين
الجنون حيرجعني نور عيني. قصدك ايه يا وداد؟ عمر البكا والنوح ما رجع حاج، واللي له شي لابد ينوله بدراعه ويده مش بالجنون. لا يا وداد، القوة لها وقت، واحنا اللي لازم نحدد الوقت ده والا نبقى خسرنا. قالوا للقرد حنسخطك، قال ايش؟ هتعملوني غزال؟ هيجرالنا ايه اكتر من اللي حاصل واللي جاري يا حضرة الضابط؟ مش وقته، اسمعوا كلامي عشان حقوقكم ما تضيعش. نقف قصاده بسلاح القانون. الله عالي يا الزمن، هي حصلت ان كلابها تقوم على سباعها بقى البت وداد الغزية تقاوم الناس على فندينا؟ والمصيبة يا شعب يا فندي انهم وافقولها على قولها. يا بقالها كمان كلام يتقال وينسمع. الله عالي يا جاموس البلد. نحن نلاقيها من وداد الغزية ولا من الضابط الجديد سي حسن افندي؟ جاموس اتفضلي. عواف. اهلا يا وداد. مش عارفتك، جاي كلمتين وماشي طوالي. خير؟ انا واخدة على خاطري منك. مني انا؟ كلامي في القهوة عن فندينا ملوش على قلبك، حسيت انك متضايق. لاني خايف عليك. وتخاف ليه؟ مش قلت لي انك حتوقف جنبي؟ انا ملاحظ انك بتتكلمي زي ما تكوني من اهل البلد، مع ان انتي غريبه، لا دار لي ولا وطن. ما هو الظلم ملوش دار واحده ولا ارض واحده، انعام بيعوم مع الكل. ما انا شفت كتير، فتحت عيني على الظلم، شفت ناس بتبيع ضناها عشان اللقمه، وناس بتبيع عرضها عشان حيطة تداريها. شفت الكلاب بتتعامل أحسن من بني آدم، شفت ده كله وحسيت بوجعته. كان طول عمري نفسي ألاقي الراجل اللي يقدر يقف للظالم ويقول له كفاياك ظلم. عشت طول عمري أحلم بيه، ولما لقيتك حسيت ان ربنا استجاب لدعوتي وبعتك ليا وللناس الغلابة. عشان كده هقف جنبك ومعاك حتى لو كانت تمن عمري. اقعد يا وداد. هي يا وداد، انا كل ما بعرفك اكتر بحترمك اكتر. معقولة واحد زيك انت تعجبه واحدة زي انا غزية؟ العبرة بالقلوب يا وداد، وانت قلبك دهب. ما قلت ليش عامل ايه في عيشتك هنا؟ تعبان، مشكلة السكن مضايقاني شوية. ولا يهمك، هدبر لك سكن يليق بمقامك. معقولة؟ اذا كان المأمور نفسه ما يقدرش. اهل البلد بيحبوك قوي، وان ما لقوا لكش ساكن تعيش فيه هيسكنوك في قلوبهم ويكفروا عليك برموش. دي عجباني هاخدها. في ايوه بس طيب لو سمحت انتظري في الصالون. شكرا. في عيل من جاموس البلد خد مراته وولاده وقعده في دار نسيبه. طب وانا مالي ومالي كده؟ اصله ساب سكنه الحسن افندي. ايه؟ واللي وزت الراجل على كده البت وداد الغزية. ايوه وهي اللي شايله الظابط على دماغها وزعجه. البنت دي حكايتها ايه بالظبط؟ تتحداني انا؟ دي لا عاشت ولا بقت. انا هاخد شويه غفر وارميها هي واهلها بره البلد. لا ما تطردهاش، البنت دي ابتدت تعجبني.
كلك نظر يا فندينا. فيها حاجة أوريجينال غير كل الستات اللي عرفتهم في حياتي، وعشان كده أنا عاوز أكلها. بالهنا والشفا يا فندينا. بس المهم إيفيت لازم تبعد عن هنا كام يوم. لا طخها يا فندينا. أنا بقول تبعد يا حيوان مش تقتلها، أصلها بتغير عليا أوي وبتحبني أوي. عندها حق يا فندينا. إذا كنا إحنا بنغير عليه أنتوا أمال إيه؟ ايه يا عبدو ظريف يا عبدو. اهلا يا بنت العواف. اهلا اهلا. الاكله اللي طلبتها وادي باقي فلوسك. متشكر يا وداد، بس انا خايف كده اكون بتعبك. انت ده الود ودي يكون لي قلبين على قلب اختمك بيه. متشكر قوي وداد، كتر خيرك. مش خايف على صدرك من الهوا؟ وهو الهوا بيخوف يا وداد. اه ده ويلي الهوا وليه؟ الليلة فيه سنتين والدمعة فيه بحرين، لا طب ينفع فيه ولا نبين زي ده لو في تعب، انما لو كان اللي معرض صدره للهوا مرتاح منه يبقى انكتب له الهنا وتفوت في لحظة السنة ولا يشوفش الضنا. وداد انا عايز اقولك اني قول انا سامعاك ويا ريتنا نور رضاك. انت ايش؟ انا لازم امشي حالا لاني عندي شغل مهم. انا هستناك، هنضف لك البيت اخليهولك زي الفل لون قلبك الصافي. رب العباد يحميك ومن عداك ينجيك. لا لا انت في ايدك. انا برضه اقول لك احشي البط حمام. لا انا قلت لك البط تحمريه والحمام تحشيه. الواد مطوع جاب لك الفريك، انا اديته 5 سنين. جاب لك قد ايه؟ شوال فريك ب5 سنين. ما رجعلكيش الباقي؟ شوف الحرامي. صباح الخير يا فندم. طب مع السلامة دلوقتي. أهلا صباح النور. اتفضل اقعد يا حسن أفندي. ألف مبروك يا سيدي. أديك أهو نلت الرضا السامي وهترتاح يومين من ناجي حمد. مش فاهم قصد سعادتك. طبعا عارف الست إيفيت. مين يا فندم؟ مدام إيفيت البوي فريند بتاع أفندينا. طالبة يا سيدي تزور الأقصر، ومين هيبقى مرافق معاها في الرحلة دي؟ مين؟ أنت. أفندينا اختارك أنت بنفسه. يا فندم أنا شغلتي ظابط مش ترجمان. يعني إيه؟ بقولك أفندينا هو اللي اختارك بنفسه. وأنا رافض. لاحظ إن من ضمن واجباتنا حماية الأجانب، ومادام إيفيت دي أجنبية، يعني لازم تكون تحت الحماية والملاحظة مننا، وأنا كلفتك بالمهمة دي. يا فندم أنت ظابط. وده امر ولازم تنفذه. الليل مش هيطول، لازم يطلع له الصبح، وساعتها الحساب هيبقى كبير قوي. عن اذنك. صباح الخير. صبحك بالخير يا عبد البديع افندي. وليه الطناش ده يا وداد؟ ما تردي حتى السلام. من غير لف ولا دوران قول عايزاه. مش انا اللي عايزه، ده فندينا اللي عايزك ترقصي له. مش راقصه ومش رايح، انا مش جاري عنده وديني وجيبني على كيفه. بمزاجي وعلى كيف كيفي. يا بنت ما تبقيش فقريه، ده عز. يغور العز لو من يماتكم. سيبونا في حالنا يا سعد البديع افندي.
تفدك الساعة لما فندينا يرضى عليكم. ما شفنا من رضا إلا خراب الديار وموت الحبايب يا عبد البديع أفندي. ناسة قفل على القديمة تتحيش. أنا ساكتة وحاطة في خشمي حجر صوالي وما بتكلمش يا عبد البديع أفندي. ويعني ما هو لازم كده لازم كده. شايف العربوني اللي بعتهولك أفندينا قد إيه يا وداد؟ ولا ما هي مامور المركز نفسه؟ عارف الفلوس دي تحطها فين يا عبد البديع أفندي؟ فين يا وداد؟ في جيبك. يعني إيه يا بنت؟ بتستكبري عليا؟ أنت أجرية بتروحي اللي بيدفع. بمزاج. مفيش قوة تخصبني حرك قدم عن التانية. لا في يا وداد في قوة. تحب تشوفي؟ أعلى ما في خيلك اركبه. أنا معايا اللي يحميني. اللي يحميكي؟ قصدك حسن أفندي؟ سيدك وسيد سيدك. مفيش حد يقدر يقف قدام أفندينا أبدا، حتى ولا مدير المديرية نفسه. طب أنا حوريك أنت واللي مشغلك. ده حاجة حلوة قوي قوي. جاموس البلد حينطح. أنت ظهرت يا مستخبي. قولي وين حضرة الضابط حسن؟ حامل حمى وحبيب القلب سفر. سفر؟ سفر ولا جايش اللي كواني بينه ما حيرجع تاني. ده البني آدم أهياني لما حيتفرج. سفر وين؟ يفسح سنيورة أفندينا سوا سوا في مأمورية خصوصي. وقالوا في الأمثال أصل الخصوصي يبقى خلبوص. أنت كذاب كذاب كذاب. أنا كذاب؟ طب اسأل البيه المأمور كذاب عاد. طب اسأل الروميون بتاعك لما يرجع. ده إذا رجع مش يمكن الهوى يطوحوا على بلاد برة. يسافر بلاد برا. خليك انت مع بلاد جوا. يا بنت الناس يا بنت الناس ما تطلعيش لفوق قوي. خليك لتحت خليك لتحت. انا تحت قوي وتعبان قوي ومطوع قوي. وحنفهم بعضينا وحنخاف على بعضينا وحنحب بعضينا. حبك دي بسعران في ليله عتمه. سفر ويلا جايش اللي نساني ويا ريتو حيرجع ثاني. ده البني ادم اهياني لما يتمسخر. كيف يدير زين؟ ايه ايه زين؟ قصد الضيوف يا اخوي. انا زين؟ انا ضيوف؟ انت ترقصي فقط عشان افندينا فقط. لا بمزاجي. تمام تمام تفضلي.
ويسكي؟ ما بشربوش. لا لا لازم شويه مزاج. ها انا مزاجي الغنى والرقص. تمام تمام. انا لما شفتك بترقصي في الحفله حسيت ان فنانه فنانه عظيمه. وانت ممكن تبقي فيدات فيدات كبيره جدا لو كنت انت في اوروبا. اوروبا وانا ايش هيوديني اوروبا؟ لا مش انت تروحي اوروبا، اوروبا تيجي هنا نجا حمادي. امان صحيني لاحسن اكون باحلى. انا هخليك يا احسن من بديعه. تسمعي يا عم بديعه مصابني وداد؟ تشاش. شوفي وداد، انا هخلي نجا حمادي اوروبا. هاتوا للفلاحين واجيب ناس ناس من اوروبا يفهموا مزيكا يفهموا فن. هعمل مسرح مسرح كبير. وايه الفيدات ده؟ انت الفيدات. وكل الناس تيجي تشوفك تيجي تشوفك وداد تقول وداد وداد. هتكوني عظيمة، هصرف عليكي فلوس فلوس كتير. ومش يبقى احسن لو صرفت الفلوس دي على اهل البلد الغلابة؟
اصرف فلوس عشان فلاح. هم سبب ساعدك وحناك. فلاح لازم يكون فقير. يرضيك تجوع الناس وتقتل بهايم ومدينها بخيرهم؟ كذب كذب. ولد كذاب كلام يقوله الولد ظابط حسن ده. مبادئ اخلاق، مبادئ اخلاق. ياخد ايديك يسافر معاه الاقصر. ولد والعبان مش مظبوط، خنزير خرزيز. حسن تعال، انت مكسوف. حضرتك طلبتين اي خدمه؟ بس انا شايف انك مش صغير عشان تخافي تقعدي لوحدك. عايزاك جنبي بطمن وانت موجود معايا. وبعدين بقى تشرب كاس؟ متشكر ما بشربوش. حسن انت ليه مش عايز تفهمني؟ انا بحبك، انت ليه مش عايز تحبني؟ لاني عايز انام. تصبح على خير. هنفضل قاعدين كده نتكلموا في حاجات. انت هنا وداد علشان ترقصيني فقط وداد، عشاني انا فقط وداد. عشانك انت فقط. طب وين المزيكا يا خو؟ في الكولكسيون بتاع شوبان، شوبان في اوبرا عايده. لا عايده ولا خديجه يا خو. انا عايزه مزمار. ضربوك. كمان يا اخو. الواقع يحتضن عليك وعليا قبل منك ان احنا نطنش نطاطي، لان بلدنا دي وفي وقتنا ده الراس اللي بتاعنا لابد من اطعام. سيداتي سادتي، نقدم فاصل من الموسيقى الشرقي. بوكا. أفندينا صاحب كل البلد، إذا كان عاوز حاجة أفندينا لازم يحصل. أرقص وداد، أرقص حبيبي، أرقص. وداد، 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 أنا
افندينا هو ده. لكن السعادي انا الملكة. ها انتي غزيرة غزيرة عشان اي حد. ده بمزاجي. لكن انت انت لا مش حطول مني شيء. مش حطول مني شيء. فاهم؟ تعالي هنا. مش حطول مني شيء. تعالي هنا. مش حطول مني شيء. اوعى تجر. خطوة واحدة نسلوا عليك. انتي انا تنفذ اللي اقول لك عليه. ترجع للراجل جاموسة بدل اللي قتلتها. تدي له فلوس عن ايام الجوع اللي فاتت. وداد افندينا. انت مش انتي مشغوله دي. كان الله في عونك يا افندينا. كان الله في عونك. بس في مصيبه كبيره حصلت. يا افندينا شويه عيال من جاموس البلد نطوا ضريبه ضربوا الغفر بالبنادق وسرقوا جاموسه. ازاي ده يحصل؟ انا هحرقهم واحرق البلد كلها. انت استني هنا. ممنوع خروج. انت حيوان. اطلب مغفل مامور مركز. اطلب مغفل. حيوانات. جاموس ده فندينا لازم ترجع تاني بأي شكل. يا كده يا هتترفضوا كلكم. ويا ريت على الرفض وبس. افندينا حلف براس الوالدة باشا. لا يرميكم كلكم في السجن. طبعا انت الاول يا عمر. وبعدين بقيت رجالتك. من شيخ البلد لشيخ الغفر لكل الغفر. اباي هو انا دي الوقيتة سعادة البيع هلاقي الجاموسة كيف؟ فتش اسأل دور. يعني يا سعادة البيع عايز ده كل جاموسة نلاقيها نسألها اذا كانت بتاع افندينا ولا لا. انت بتهزر وراسك على كف عفريت يا شيخ البلد. اسمع يا عمر انت مسؤول عن اي شيء يحصل في البلد دي. وما دمت مش عارف تتصرف انا بقى اشوف شغلي. لمالي كل المشبوهين اللي في البلد. عايزهم يجوا هنا متربطين. بعد ساعة واحدة هيكونوا في المركز. وحوريك ساعتها بقى ازاي جاموسة افندينا ترجع له معززة مكرمة. جر بهيمة فين يا ولد الفرطوس؟ جر البهيمة فين يا مبعر؟ جر بهيمة فين يا بهيمة فين يا يا ماي يا محن على مين المحنة؟ على مين البهيمة فين؟ بهيمة تفندينا فين؟ البهيمة فين؟ البهيمة فين؟ جرى جرى مفهوم كل جرى جرى بطل قلبي طالع جرى. انا مش نبهت عليك الف مرة ما تضربش اي بني ادم. يا اوامر البيه المأمور واني عبد المأمور. وانا بأمورك دلوقتي ما تضربش حد. يا بوي ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش قانون في الدنيا يقول ان استجواب المشتبه فيهم يتم بالطريقة الهمجية دي. لاحظ يا حسن افندي ان انا اللي اديت الاوامر باستعمال الطريقة الهمجية اللي بتتكلم عنها دي. مفيش سبب في الدنيا يخليك تاخد قرار بالشكل ده شيء غير انساني بالمرة. ارجوك مفيش داعي للكلام الكبير ده. انا ترقيت على كف عفريت. يعني لو البهيمه دي ما رجعتش لافندينا مش هترقى وجايز رتبتي كمان تنخفض. يفتيك ده. وايه يعني؟ انا كمان رتبتي اتخفضت وترقيتي اتوقفت واتنقلت هنا ومع كده انا مرتاح. عارف ليه؟ لاني ما جرتش على الناس.
انت كمان لازم تكون كده. لا 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 ارجوك كفايه كده، كل واحد قدر مصلحته. حاجه تانيه احب الفت نظرك اليها واعتبرها امر مني يا حسن افندي، ارجوك ما تتصلش بحد من اهل البلد او تديهم فرصه انهم يتكلموا معاك، ده مش ناقص مشاكل. اتفضل. السلام عليكم. منين يجي السلام والامان يا ولدي؟ وداد فين؟ من امبارحة في السراي. سراية البرنس؟ وللحين ما نجحت، قلبي واكني عليها يا ولدي. لا ما تخافيش عليها. لا طبعا ما كنتش مبسوطه. الضابط اللي بعته معايا قليل الذوق، كان بيتصرف معايا كاني راجل زيه بالظبط. انا مشغول دلوقتي في مشاكل كتير في البلد، لازم انا احلها بنفسي. انا كمان اتضايقت من البلد دي. خلاص تروح القاهره يكون احسن. وانا بعدين حابه اجيبك القاهره. مش مهم، انا كمان جايزه اسافر باريس. سلام. صباح الخير يا فندينا. عرفتوا مين الحرامي؟ لا يا فندينا ما حدش راضي يتكلم. كده عبدو لازم تقول للمأمور مغفل، افندينا بيقول لازم الجاموسة يبات في الزريبة. اذا كان جاموسة مش هيبات في الزريبة اهل البلد يدفع ثمن جاموسة. عبدو جاموسة يا فندينا ثمنها 3000 جنيه يا دوبك، اصلها جاموسة ألف. عبدو اذا كان ثمن جاموسة مش هيجي افندينا يحط كل اهل البلد سجن، نسوان رجالة اطفال كمان حيوانات. امر افندينا. والقربان كمان. ايه اللي جابك؟ اتفضلي روحي مطرح ما كنتي. بتطردني يا سي حسن؟ عملت شيء يضايقك لا سمح الله. هقول لك ايه، ما انت غازيه. تروح للي يدفع لك اكتر. كده كتر خيرك. ما صدقتي اني سافرت ورحت على البرنس. انا رحت له بعد ما سافرت مع السنيوره وسبت قضايا الخلق. دي ماموريه شغل. من متى السفر مع الحريمات كان شغل؟ انا سافرت غصب عني، لكن انت رحت دجليكي. عارف ليش؟ عشان ارجع للراجل جاموسته بعد ما سبتنا فحبسني، لكن ما طالش شعره من راسي. لا تفكر ده حق من رمى هواك في قلبي ما كدبت عليك. وداد انا خايف عليك يا وداد، انا بحبك يا وداد. أنا أتمنى ما يكون لي بدل القلب قلبي، أحبك بيهم يا حسن. وخرجت من السراي إزاي؟ هربت. كان لازم أقول لك على اللي ناوي عليها فندينا. ناوي على إيه؟ ناوي يحبس البلد برجاليتها إن ما دفعوش حق البهيمة 3000 جنيه. الظالم اللص قطع الطريق. وداد روحي دلوقتي لأهل البلد قولي لهم ما يدفعوش، لازم يقفوا قصاد الظالم ده ويخلوه يحس انهم بني ادمين لهم حقوق وانهم مش هيوطوا راسهم بعد كده لمخلوق ابدا. ايوه. اما مطوع يقول لك ادفع يعني تدفع، ما تخلينيش المسك، ما تخلينيش المسك،
انا لحد دلوقتي ما مدتش ايدي عليك، ما مدتش ايدي عليك، لسه ما مدتش ايدي. ادفع يعني ادفع يا معلم. حرام عليكم. بعد يا دعانه يا مفتري، اياك تدفع. خلي في وشك دم ورجوليه وكل الجاحد الظالم. لا امشي يا بت، امشي يا بت، لا اضربك بالبرطوشه. بعد يا مفتري افرج عليك الخلق. اوعد افرج. ابعد ايدك يا راجل الدعانه. معاكم انا الراجل ده مش عايز يدفع الفلوس تمن جاموس يا افندينا. فاكرها تكيت يا ابوك؟ لا تكيت يا افندينا. خش بيتك يا راجل انت وما تدفعلوش حاجه. ده واحد يا ولاد حصلني على المركز. دول هيحرضوهم يا سعادة الباشا، هيحرضوهم. البت وداد ومجدور عليها حرمة، لكن حسن افندي هنعمل معاه ايه؟ هنعمل ده هو اللي مال دماغها وماليه، وهيحرض كل الاهالي ما يدفعوش. اجري ابعتولي بسرعة، قول له يسيب اللي بيده ويجيني هنا حالا. تسافر ابو تيك دلوقتي حالا. وايه السبب؟ في مفتش من الداخليه جاي هناك النهارده، عايزك تكون في استقباله على المحطه، واذا ما جاش مش مهم وبرجع تاني، لكن المهم انك تسيب ناجي حمادي حالا دلوقتي. ابعاد يعني؟ نفذ الامر. افندينا يقبض فلوس بس. عبدو الجاموسه الواحده ب6000 جنيه عبدو. وما جام افندينا الغالي العالي انا كان ممكن اجيب المبلغ ده. لكن اعمل ايه بقى يا حسن افندي؟ هو اللي كان بيحرض الناس ما يدفعوش هو البنت مكسوفه الرقبه دي اللي اسمها وداد. وداد مين عبدو؟ البنت وداد الغزيه اللي كانت هنا ليله امبارح. وداد لسه هنا عبدو في الأوضة اللي جوه عبده. جوه فين يا فندينا؟ ده أنا شايفها بعينيا دول واقفة في وسط البلد تتحنجل وعاملة فيهم عمدة. عبده وداد جوه في الأوضة الجوانية وأنا قافل عليها بالمفتاح ده. أنت الصادق يا فندينا، أنت الصادق. جايز نظر اختلف. اختلف عبده اختلف. ولد عثمان. أوامر أفندينا. امسك ولد مفتاح أوضة جوانية، روح افتح وتجيب وداد وتيجي هنا حالا. أوامر أفندي. أوامر. عبدو أنت يظهر عليك كبرت عبدو، خرفت عبدو. لا أنت بكار عبدو. أنت زعلان من وداد وعاوز أفندينا يغضب عليها. وأنا مالي ومال واحدة زي دي؟ ده عايزه شباب في عز زي جنابك كده. تمام يا عبدو مظبوط عبدو شباب. افندينا وداد مش جوه يا افندينا. اختلف ومعي المفتاح. لقيت الشباك مفتوح يظهر هربت منه. تهرب مني انا؟
طيب ودان، طيب ودان. مساء الخير يا حضرة الظابط. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، احنا بندور على وداد. وداد مين؟ الغازية يا حضرة الظابط، الرقاصة. اصل فندينا عايزة تحييله حفلة لضيوفه. حد قال لك ان انا بشتغل امبريزاريو؟ لا لا العفو، اصل اولاد الحلال قالوا انهم شافوها جاية من بيتك. واحدة زي وداد ما بتدخلش بيوت الناس الا اذا كان عندها حفلة، واديك شايفني قاعد لوحدي، لا طبل ولا زمر. امال تفتكر يعني راحت فين؟ لما اشوفها بسألها. ثم انا بدي افهم، حفلة ايه دي اللي انتوا عايزين تجيبوا واحدة تحييها وانتوا قافلين لها بالبنادق؟ حفلة حربية يا حضرة الظابط. تتمسى على خير. مع السلامة. ورايا يا جاموس البلد. ستر وغطى من دون البلد يا قلبي. جاموسة أفندينا تساوي 3000 جنيه. يا نهار اسود، ابن حرام مين اللي بعت الخبر ده؟ تمام فندم، انده لحسن افندي حالا. حاضر فندم. حضرتك قريت اللي مكتوب في الجورنال ده؟ قريته. ممكن تفصل لي ازاي وصل الجورنال بالسرعه دي؟ احنا في عصر السرعه يا فندم، والصحافه لها الف عين. وعلى اللي في المركز يبقى مين يا حسن افندي؟ اذا كنت حضرتك تقصد اني انا مصدر الخبر ده فده مش صحيح، لان انا يوم الفلوس ما كانت بتتلم كنت في بوتيك، وحضرتك اللي بعتني. اظن سعادتك فاكر. على اذنك. حكايه على اذنك اللي ماسكها لي دي، يحرق في دمي يقول لي عن اذنك؟ انا بالمصيبه دي، لو افندينا قرا الخبر ده هيقول ايه؟ طز جورنال بتعريفه، افندينا يدفع قرش الساق، يكتب افندينا الكلام اللي هو عاوزه. قرش ساق؟ اها. ده انت تشتري الجورنال واصحابه ببلاش. اه. ويكتب اللي انت عايزه برضه. اه. امال ايه؟ ايه ايه يا عبد الغني؟ ايه يا فندم؟ الو؟ مين اللي عايزه يا فندم؟ ايوه انا عايز باشا. رئيس الديوان عايز معاك. بونجور اكسلانس. مولانا؟ اها. الميعاد امتى يا اكسلانس؟ اه. طب لو تكرمت تبلغ مولانا ان انا هكون في الميعاد بالظبط. ميرسي، روفار اكسلانس. ايه ايه. اهلا افندينا. اتفضل يا يوسف. ايه الاخبار المنشوره في الجرايد دي؟ مولانا مشكله بسيطه وانا استطعت ان احلها. بس حلتها غلط مولانا. بتصرفاتك دي ممكن تحرجني مع حزب الوفد. انا كنت بتكلم دلوقتي مع ولي العهد. الحزب عاوز يقول اي كلام
يكره الشعب فيها. انت واحد من العيله المالكه اللي انا مسؤول عن تصرفات كل واحد فيها. ارجو مولانا يقدر وجهه نظري. سكوتنا على الشعب هيجرأ الناس علينا. ده شعب علشان تحكمه لازم يخاف من جلالتك. مش في الظروف اللي احنا فيها. لو كان الشعب بيحبني ما كانش الانجليز اتجرأوا وحصروا السرايا في 4 فبراير. عشان كده انا طلبت سمو ولي العهد وبلغت التعليمات اللي لازم يوصلها لافراد العيله المالكه بخصوص السياسه اللي لازم نتعامل بيها مع الشعب الايام دي. كلام جلالتك عظيم، لكن مفيش لكن. مصلحه السرايا والعيله المالكه في الكلام اللي انا بقوله. امر مولانا. برنس يوسف، انا عايز اتكلم معاك شويه. افيك بليزير مون فرانس. يبقى تحصلني على قصر المانيال. وهو كذلك. انا شخصيا ما عنديش استعداد اغير طريقتي مع الفلاحين. فلاح بتاعي لازم كرمك، تعود على كده. اذا كان طريقة اخرى ممكن تكون منتهى خطورة وذيعات. انا معاك، انا موافق جدا. بس للأسف يا برنس يوسف انا مش قادر اقول رأيي بصراحة. بيتهمني دايما بان انا بعرضه. بتعرضوه عشان مصالحه؟ مش قادر يفهم كده. عايز الشعب يحبه ازاي والناس كلها عارفة الفضائح الخاصة اللي بتحصل في السرايا؟ سموك عارف طبعا. عارف للأسف. ملك فؤاد هو السبب. طلق برنسيس شويكار حسب نسب أصول، يتجوز واحدة من عمات شعب. وفاروق، فاروق كرر نفس الغلطة تاني وما تعلمش. غلط ولي عهد غلط. جواز لازم يتم بين العائلة وبعضها. دم أزرق مش لازم يبقى دم بزراميت. تعرف يا وداد، عمري ما كنت اتصور ان قلبي المليان ثورة ده ممكن يبقى في مكان للحب الا بعد ما قابلتك. كتير على قلبي الصغير حبك الكبير ده. يعني هتسمعي كلامي؟ أؤمر يا ملك قلبي. بطلي رأس وقعدي معايا تحت رجليك. فوق راسي. اسلم لي راسك وقاسمك ورسمك. وداد، تقبلي تتجوزيني؟ تتجوز تاني؟ اني موافقة. موافقة؟ مين يشوف الجنة ولا يدخلهاش؟ كيف ارفض اكون زوجتك وانا كان مناي عايش خدامة تحت رجليك؟ نفسي وداد انزع المرار اللي جوانا وما يفضلناش غير الحب. عايشة معاه في بيت واحد، قاعدين اكلين نايمين شاربين مع بعض. لكن عامل ايه بقى حسن افندي؟ راجل مشاغب واخاف اكلمه ليعمل زوبه على فندينا. وانا تهمني راحتك. امال ايه؟ ايه؟ ايه يا عبد؟ ايه؟ انا جاتلي فكره يا عبد. قول يا فندينا قول. ده انت كلامك حلو وجوي جوي. جاتني فكرة اقدر احقق بيها كل اللي انا عاوزه في وقت واحد.
يا فندين احنا كلنا خدامينك، ليك الامر وعلينا الطاعه. اسمعني كويس يا عبد، فتح ودانك، عاوزك تنفذ كل اللي هقوله لك بالظبط بالظبط يا عبدو. كل اللي انت عايزه يا فندينا هنفذه لك بالظبط بالظبط. امال ايه؟ ايه ايه يا عبدو؟ ايه؟ مجرتسينكم وحاطين شنباتكم في الطين. ايه اللي هتقوله ده يا حمدان؟ هقول الحقيقه، هقول انهم استغفلوكم وخلوكم بلاليص وعايشين مع بعض في الحرام بيته كل يوم. ببجى تعالى كلمني. بعضك يا حرمة انت وخالتك وهملوا البلد حالا. حصلهاش يا ابو السباح. هتسأليني يا فجرة؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا. أنا يا ابو السباح. اوعي تندشي اسمي من لسانك. انت اتجننت يا اسماعيل؟ انا كنت مجنون لما افتكرت ان غزية زيك ممكن تعيش شريفة وعفيفة وسط البلد. لكن لا، يا اهل البلد ارموا لهم حياتهم كلها يا اهل البلد. لمسك عايزينه ولا صباحك رايدينه؟ قالش بيتك انت الاخر. عجبك الكلام ده يا ناصر؟ سيبني اعترف حالة وكفايه الهم اللي هي فيه. هم ايه؟ هم ايه؟ الفرج حيكون على ايديا. ومن متى يا اخوي كان فرج الارنب على يد الدياب كده؟ كتر خيرك يا وداد. على كل حال انا جاي لكل حاجه فيها مصلحتكم. عندهم ولاية وواجب علينا ستركم. ايه وانت بقى يا اخويا اللي هتسترنا؟ طبعا. إيه. في بيت من بيوت افندينا. نقعد عند افندينا يا سعبد البديع. وهو يعرف منين؟ انتوا هتقعدوا هناك تحت عينين الغفر بدل ما انتوا قاعدين لوحديكم. واهل البلد بيتمنوا لكم بدل المصيبة اتنين. ايه ودي بقى انسانية منك. دي عشرة عمر بيني وبين خالتك نعسة. قلت ايه يا وداد؟ قلت لا لا لا. نعسة عبر بنت اختك. اهل البلد لو طنشوا النهارده مش هيسكتوا بكره. ومين قال لك ان احنا قاعدين لهم؟ سايبين هلك تبرطش فيها انت والبرنس بتاعك. على فين؟ ارض الله واسعه يا شيخ. هتتبهدلوا وانتوا ولايا. انتوا ولايا لو عشتوا عندنا عند افندينا هتعيشوا معززين مكرمين لغايه الامور ما تهدى وتتصلح. الحي الجنة الحجر رجالة او السموع الدخة رجالة. انتوا لسه واقفين؟ ما ده الحجر ده انتوا اللي قتلوا. محدش يعرف الطبانجة دي بتاعت مين؟ دي بتاعت حسن افندي. حسن افندي الظابط؟ حسن افندي الظابط البوليس شفته من شوية بيتسحب نواحي الغيط والطبانجة في ايده. ساعة البيت؟ ساعة البيت؟ مصيبة وحطت علينا كلتنا ساعة البيت. ايه المصايب عمالة تلف على دماغك كده ليه النهاردة؟ في ايه؟ حصل ايه؟ سمعين يا ابو السماح. ماله؟ اتقتل في 60 داهية. واللي قتله حسن افندي الظابط. بتقول مين؟ واهل البلد كلتهم حاطين المركز وعايزين ياخدوا بطاره دلوقتي. امنحهم امنحهم يا مطاوح. يا فندم اني امنع البلد كلته؟ امنحهم باي شك. امنحهم بدي. يا راجل اتصرف. حاضر حاضر يا فندم. تعال هنا شدي. حاضر شدي. دي بتاعتي. شدي بتاعتك وبتاعتك. حاضر. ادينا البيت يا علي. يقتلوا كده عين عينك.
وقدام شهود. علموا ايه مدرسة البوليس ده؟ ايوه يا تفيد تفيد، اهل البلد محاطين المركز يا تفيد. كلمة مصر، خلي طنط درية تكلم الراجل قريبها ناظر الوقف ده. ايوه خليه يتوسط لي عند الراجل الباشا صاحبه اللي في الداخلية. عايز اتنقل من هنا تفيد. ليه؟ لو ما اتنقلش من هنا تفيد هتستعر مني طول عمرك يا تفيد. تفيد هنا عندنا عيال يا تفيد عايزين نسطرها يا اخت. اللي هيتقدم خطوة واحدة حضر في المليان. وين الضابط اللي هيقول عليها ده؟ عاوزين القاتل. عاوزين الضابط اللي هنا اللي احرق المركز على اللي فيه كله. احرق المركز؟ ده انا احرق قلب اهلك عليه. عاوزين تاخدوا بالطاقة. ايوه انت هتتعلمص ليه يا راه؟ هتتعلمص ليه يا مبعر؟ يا سيد انت شايف نفسك يا عم انت وهو فيه قانون؟ مفيش قانون. لكن عوض يا رب في البلد وناس. لا حسن مظلوم، حسن ما يقتلش ما يقتلش. بس الناس بيقولوا ان حسن افندي هو اللي قتل ابو السباع عشان طرده من الدار اللي كان قاعد فيها، وبيشمنعوا عليه في البلد، ويجي امر من الداخليه بالقبض عليه. تقول ايه في الناس وسوء ظنها؟ يقولوا اللي يقولوه، لكن انا عارف حسن كويس ما يقتلش ما يقتلش. وانا هقف معاه مهما حصل مهما حصل. لو شافوك اهل البلد هيقطعوك حتت حتت. عشان خاطري يا بنيه انت ما تخرجيش. كفايه انا همي يا وداد. يا ناس حسن بريء يا ناس، حسن ما يقتلش يا اوه ما يقتلش. حرام عليكم حرام عليكم. ممكن اخد ايه اللي جابك؟ قلبي وداد. انت للقلب ليه قلب وبيدوق من ساعه ما غبت مني؟ اعمل معروف، سيبني في همي وقضايا، كفايه اللي جرالي. انت السبب، وحده في كمالك وفي شبابك وعن بالي انا. تروحي تاني واحد ربوع. حسن سيد رجاله البلد كلهم. انت لسه بتحبيه؟ ولحد ما عيني تتملى بالتراب هفضل احبه. وانا ولاد ما تحبنيش؟ انا برنس، انا بنديها، انا انا هنفذ لك كل طلباتك. وداد 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 وداد، اذا كنت انت حاكم على البلد بجاهك فحسن ملك على قلبي بحبه. حسن ده ممكن اقتله؟ هيفضل عايش في قلبي. افتح صدرك واطلع عينك منه هتلاقي حسن متربع فيه. مسكينة بتحبي واحد مش موجود انتهى. لا حسن مش ممكن ينتهي من حياتي. طب يشرف دمي. انا ممكن اخلص حسن من كل المشاكل اللي هي، واخرجه من السجن كمان. كيف كيف؟ ورأيي كمان. والثمن؟ انتي وداد، انتي وداد في ايدك تخلي حسن يعيش وفي ايدك تخلي حسن يموت. فكري وداد فكري. انا في السرايا. فكري. مستعد انفذ لك كل حاجه يا وداد. قربان فكري وداد فكري. مفيش وقت. تروح لفندينا برجليكي وتكشفي وشك على حسن كيف بعد كده يا وداد؟ مش هشوفه تاني خلاص يا خالد.
ده لو كنت من سلامة عمري هدفع وانا مرتاح عشان عينيه ما اشوف فيها الحزن يوم يضيع عمري عشان مستقبله يفضل منور يروح نور عيني الحب ما شافش حب يوم قد اللي انا حبيته له يا خال انت ايه اللي جابك هنا وعاوزه ايه عايزك تبعد عن وداد يا فندينا بتقولي لي انا الكلام ده انت نسيتي مين انا عارفه يا فندينا بس لازم تعرف ان وداد من دول بنات الناس لا تجوز لك ولا تجوز لها السبب لانها اختك يا فندينا وداد تبقى اختي انا من صلب ابوك ودمه كذب كذابه لا يا فندينا حسن اختي كانت بتشتغل في السرايا هنا حبها ابوك وتجوز ابويا انا يتجوز شغاله جواز عرفي كذابه صدقني ولما حبلت منه حب يتخلص من حملها هربت منه ماتت وهي بتولد وداد مجنونه ابويا مش ممكن يعمل كده مفيش امير ابن اميره يتجوز خدامه يا كلبه يا بنت الكلاب عقد الجواز بتاعهم اهو مزور اسال عبد البديع افندي وكيل الدايره هو اللي شاهد في الجواز وهيقول لك على كل شيء ويقول لك على الحقيقه ايوه تمام يا فندينا نعسى كلامها صحيح باشا الكبير الله يرحمه اتجوز حسنى بس حكايه البنت ودادي ملخبطه عقلي ازاي يا فندينا انا متاكد ان البنت ماتت في بطن امها لكن نعسى بتقول انها قالت كده وكذبت عليكم وخبت البنت عشان ما تاخدوهاش منها جاهز يا فندينا جاهز جاهز لكن اذا كانت حسنى مش امها تبقى البنت بنت مين بنت مين نعسى اتجوزت ولا خلفت ولا البنت وداد لا مؤاخذه يا فندينا قصدي الست وداد عرفت السر ده معرفش معرفش ابا ايه اللي خلاها تنطق بعد ما سكت ده كله عارف لو الخبر ده راح مصر ووصل السرايا هتبقى مصيبه مصيبه عبده خلا ناس قوم اصحي بتكلم عليك بتحكي لك عن عذاب قلبي امشي في انه طريق يا خالة امشي في انه طريق خلا ناس يا نعس عمرك ما شفت راحة ولا هلا
ارتاحت يا شيخ عوضي، بس لو اعرف مين اللي قتلها. انا عارفه. عارفه؟ ايوه، شفته مع عبد البديع. هو مش من اهل البلد دي، لكن عبد البديع هو اللي كراه عليها. طب ليه؟ ايه ده؟ مين؟ ودال؟ ايه اللي في ايدك ده ودال؟ ده قضاك يا عبد البديع، وعمرك اللي حينتهي على يدي. ليه 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 يا ودال؟ انا عملت ايه؟ انت اللي قتلت خالتي ناعسة. لا 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 لا، انا ما قتلتهاش. كريت عليها. افندينا هو اللي قال لها من كده؟ والسبب؟ حد يقدر يسأل افندينا عن السبب؟ وابو السباع مين اللي قتله؟ ابو السباع. انطق، مين اللي قتله؟ غدف الشوش بطاوع، هو اللي سرق طبنجة حسن افندي الضابط وطخوا بيه. اوه على وقف مكانك يا مطاوع وتشاهد على راسك. في ايه؟ في حساب قديم لازم تدفعه. أنا مش مديون لحد واصل. دم اسماعيل أبو السباع في رقبتك. أنا؟ مش سرقت طبنجة حسن وقتلته بيها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ عبد البديع. انطق انطق يا ندل يا جبان، انطق لطخك دلوقت. انطق انطق يا ندل يا جبان. دي أوامر أفندينا، دي أوامر أفندينا يا ناس، وهم اللي وزوني. حد يقدر يعصى أوامر أفندينا يا ناس؟ ألف مبروك يا حسن أفندي، ربنا أصدر الحق وثبت براءتك. تفضل. يا أخي العدل. تفضل، مكتبك في انتظارك يا كابتن. تفضل. عبد البديع ومطاوع وغيرهم كلاب بتنبح، لكن التعبان ابو نبزرك عايش هناك في السرايا، ومش هترتاح البلد غير لما تخلصوا عليه وندق راسه ونكسر سمه. ايوه لازم نخلص عليه، ما كفايه ظلم بقى. اللي في وشه نقطه دم يجي ورايا على السرايا، نخلص على الظالم ابن الظالم. انا معاك يا وداد. وانا كمان. كلنا مش حكم دار المديرية. اتصرف، اعمل حاجة، ابعت لي قوة حالا على السرايا. طبعا حيوان يا ابني. حاول تاني، حاول تاني، اعمل معروف، مفيش وقت. بسرعة يا حسن افندي، خد قوة معاك واجري بسرعة على سرايا افندينا. عشان ايه؟ هيكون عشان ايه يعني؟ هتضرس 10 بلدي، مش انا الغاغي اللي عاملين الهمج اللي مرة دول. قصدك الاهالي. تصور تصرف بيهم الجرأة انهم يهجموا على سرايا افندينا. عايز تديهم درس ما ينسوش ابدا. استعمل معاهم الاول، خليك معاهم في منتهى القسوه، حتى لو اضطريت انك تضرب في المجان. يعني اموتهم. عندك حل تاني غير كده؟ المنطق. اللي هو ايه؟ اننا نسيبهم. نسيبهم يهجموا على القصر ويهدوه على اللي فيه. انت اتجننت؟ بالعكس، هو ده التصرف الوحيد اللي لازم يتعمل دلوقتي. انا يوم البدله دي ما تستعبدني، لازم اقلعها فورا. تعرف يا سعاده المامور، انا لو كنت مكانك كنت عملت ايه؟ كنت قلعت الميري ده وسبت مكتبي ونزلت مع الناس عملت زيهم. انت مش وطيت راسك قدام البرنس زيهم؟ مش شربت المر معاهم؟
مش اتزليت وانداس على كرامتك تحت نعل جزمته؟ مستني ايه يا اخي؟ خلي عندك دم، صور لي كرامتك، صور على اللي استعبدك العمر ده كله. اطلع، انت بتهزقني؟ افتكر ان البرنس قام بالمهمه دي من زمان. طيب يا حسن افندي، انا حاطط قوه من المديريه. انت لا هتطلب ولا هتتكلم ولا هتعمل اي حاجه. حسن افندي، انت كده بتمنعني عن اداء واجبي. انا بمنعك من ارتكاب اكبر جريمه ممكن ترتكبها في حق نفسك وفي حق الناس. انت بتحكم على اهل بلدك بالموت، وعلى ناسك بالذل، وعلى شرفك بالعار. وانا امنعك، امنعك حتى لو اضطريت اني استعمل معك القوه. يعني ايه؟ هتتردي؟ لكن مش بايدي يا سعاده الباشا. اقعد. لحظة يا حسن افندي، قصدي يا حسن بيه، اللي بتعمله ده غير قانوني. غير ايه؟ عايز اقول يعني ايه؟ ان ده ضد مبادئك. انت طول عمرك بتقول انك انت مع القانون. القانون بيتعمل عشان مصالح الناس، ويوم ما يضرهم لازم يعملوا قانون جديد. واللي انت سامعه ده هو صوت القانون الجديد وهو بيتولد. ولو حاولت تمنع الولادة دي او تمس المولود الجديد بأي ضرر، تأكد ان سعادتك مش هتوصل لحد باب المكتب وانت حي. هاخد طاري منك، هنتجم للغلابة اللي ظلامتها ومصيت دمها، هخلص عذاب بلدت بطلقة واحدة من دي. انا هديلك فلوس، ودات فلوس كتير، هتبقي اغنى واحدة في مصر. مش كل حاجة تقدر تشتريها بالفلوس. طب خلي فلوسك ترجع لي خالتك دي. ما تغلطيش وداد. لا 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 لا، هتندمي وداد لما تعرفي الحقيقة. ممكن تقتلي أخوكي وداد. أنا أبقى أخوكي وداد. أنت إيش؟ دي الحقيقة. أمك حسنة كانت بتشتغل هنا في السرايا، هنا أبويا حبها واتجوزها. وداد اتجوزها. أنا شفت ورقة الجواز مع نعسة خالتك. يبقى انتوا كمان اللي قتلت امي كمان كده. وانت كمان لازم تموتي زيها. مستحيل اخت افندينا تبقى غزيه. مستحيل الدم الملكي يجري في عروق الاوباش. بس دي يا فندم، خدي معاك الفلاحين هيقتلوني، ده طول عمري خدامك. انا متاسف يا عبدو، مش راح اقدر اخدك معايا، كمان مش راح اقدر اسيبك هنا يا عبدو. انت تعرف حاجات كتير يا عبدو. قالي آخر عد خدمة الغز. فندينا فندينا فندينا
وداد. ازاي ده حصل؟ غدر بيا زي ما غدر بخالتي وامي جابله. تحفيني الكلب الجبان. حرام. كتر خيره هرب وسابني اموت من ايديك. اول مره يعمل معروف في حياته. وداد وداد وداد